أيها المسؤولون من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في هذا البلد، الدنيا مطرت، الشوارع غرقت، البيوت فاضت، أنا لتقعدكم لأن أدري بيكم نايمين، ولتبلغكم لأن أدري بيكم ما تدرون، ولتقللكم لأن أدري بيكم ما تهتمون. أنتم غير مبرئي الذمة لما لحق بالشعب العراقي من معاناة ومأساة، لكن الشيء اللي أرد أقوله بس المسؤولين نايمين، بس المسؤولين نايمين. أنت لبالي إيش وقت تقعد؟ مو كافي قعد شنها النومة.